يا كاظمي وكل من يقف مع الكاظمي وخلف الكاظمي وامام الكاظمي وكل من شارك في هذه الجريمه ونحن الان نعرفه فردا فردا. أهي لطمات تهديد ووعيد لمصطفى الكاظمي أم رسائل تذكير للعراقيين والعالم بأن لا قرار ولا سلطة تعلو على سطوة بنادق الميليشيات المأجورة وبأنها تكمل الإجهاز على البلد وساكنيه بعد أن حولته لبؤرة قتل وفساد ودمار؟ وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا. فلم تمضي ساعات على تهديدات أطلقها زعماء الميليشيات بالقصاص ومحاكمة الكاظمي وأخذ الثأر من مطلقي الرصاص على عناصر ميليشياتهم المحتجين على نتائج الانتخابات، حتى تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال فجر اليوم عبر استهداف منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد بطائرة مسيرة. لم يقتل الكاظمي ولم يصب، لكن من الواضح أن قرار إخراجه من سكة مقدمي الطاعة والولاء للميليشيات قد صدر، رغم تنفيذه جميع مخططاتهم ورغباتهم وصمته وتواطؤه مع جرائمهم وانتهاكاتهم. ومع كل هذا وذاك، تشهر الميليشيات بوجهه ورقة الطلاق عبر مقذوفات مسيراتها التي دفعته للظهور مسرعاً، يدعو إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار. فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان، أدعو الجميع للحوار الهادئ. لكن الرد عليه جاء ساخراً على لسان المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري، قائلاً إنه لا أحد يرغب في خسارة طائرة مسيرة لقتله، ويوجد هناك عدة وسائل أقل تكلفة لتنفيذ ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون إهانة علنية لسلطة الحكومة واستمراراً لتسلط حكم الميليشيات وعصابات القتل الإجرامية. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن قصف منزل الكاظمي يؤكد أن الصراع بين جهتين تمثلان المصالح الإيرانية وتتصارعان على رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن الهجوم بطائرة مسيرة لا تمتلكها إلا الميليشيات والقوات الأمنية، يدل على أن النظام السياسي في البلاد يمر بمأزق كبير.